أستاذة جليلة، أخوهم اللي بيخاصمهم على طول ده، وهو طول عمره بتقول حتى كان مع والده ووالدته بنفس الصورة. هي هتعمل عملية ورم في رقبتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشفيك ويعافيك ويخرجك سالمة غانمة، اللهم أمين يا رب العالمين. وبتقول ان هي قالت لولادها انه لو اتصل، لو اتصل يعني يسأل ما يردوش عليه وما يقولولوش ما يطمنوش خالهم على والدتهم. يعني يا ست جليلة، انا طبعا مش عاجبني الكلام ده، وانا قلت لحضرتك البر والصلة مطلوبة، ومطلوبة على فكرة للي بيقطع اكتر من اللي بيوصل. اللي بيقطعني ده انا مطالبة بان انا اصل، لانه النبي قال ليس الواصل بالمكافئ، مش اللي انا بزوره وبيزورني وبرفع سماعة التليفون واسأل عليه واللي بهديه ويهديني هو ده اللي انا اوصله بس، او هو ده اللي انا مطالبة بيه. لا، ده الشرع. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. يعني واحد بيقطع الصلة من الرحم، واحد مش عايز العلاقات تكون مستمرة، ما فيش ود بيننا، ما فيش معروف بيننا. الصلة الحقيقية مش اللي بيصلني، الصلة الحقيقية في اللي بيقطع الصلة وأنا بوصله. ليه؟ لأني بعدي نفسي، بتجاوز عن نفسي، وعايز أصله امتثالا لأمر ربي وانقيادا لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. ويبدو أن أخو حضرتك ده محتاج لطريقة معينة في التعامل. الناس برضو بتمر بأحوال، النفس ده عالم، بحر كبير، بيمر بثقافات في حياته، بيمر بمواقف حياتية. استقبالنا احنا كل إنسان استقباله للمواقف الحياتية مختلف عن كل إنسان تاني، عالم جواه. ممكن هو بيفهم الكلمة عايز معاملة بشكل معين، فاحنا نتعامل بالإحسان ونعامل الناس يعني طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. إن لم يرعى الله فيه أرعى الله أنا فيه، إن لم يتقي الله فيه أتقي الله أنا فيه، إن لم يصل الله في أصل الله أنا فيه. هي دي الحالة اللي المفروض المؤمنين يكونوا يعني عندهم إصرار على إنهم ما يخسروش الحسنات، واللي أبعد من الحسنات كمان رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنا عايزة حضرتك بالعكس، قبل ما تدخلي كلميه واسألي عنه وقولي له أنا مريضة وأسألك الدعاء. حبيت أسمع صوتك قبل ما أدخل لغرفة العملية. ويبقى أنت اللي وصلتي امتثلتي وانقضتي ونفذتي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال، ولكن الواصل اللي من إذا قطعت رحمه وصلها يا صاحبة السؤال.